السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكريم، أنا مكتوب تحية مباركة عطرة وحلقة جديدة نناقش اليوم فيها آخر المستجدات على الساحة اليمنية، ومنها المبادرة الخليجية صح التعبير السعودية التي دعت إلى وقف إطلاق النار، إطلاق فوري لإطلاق النار في اليمن، وأيضا 4 بنود تضمنت هذه المبادرة. نتساءل أمام جمهورنا الكريم، أمام اليمنيين، أمام كل القوى السياسية، هل ستلقى هذه المبادرة للسلام يعني تفاعل من قبل كل أطراف الصراع بما فيهم ميليشيا إيران، أم أنها ستكون كسابقتها؟ أذهب إلى فاصل ثم أعود استقبل اتصالاتكم ونوضح أيضا ما ورد في هذه المبادرة من أهداف بعد هذا الفاصل. اهلا بكم، كما قلنا مشاهدينا الكرام قبل قليل كان هنالك مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجيه السعودي تضمن عن مبادره برعايه امميه كما قال، ضمنت 4 اهداف: اولا وقفا شاملا لاطلاق النار في اليمن تحت مراقبه الامم المتحده، 2 ايداع الضرائب والايرادات الجمركيه لسفن المشقات النفطيه من ميناء الحديده في الحساب المشترك بالبنك المركزي بالحديده وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديده، 3 فتح مطار صنعاء الدولي وفق اتفاق ستوكهولم فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، 4 بدء مشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة وفقا لمرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كثير من المبادرات سبقت طبعا هذه المبادرة، لكن الميليشيات دائما تتعنت، ميليشيا إرهابية متطرفة أو ربما القرار أولا وأخيرا ليس بيدها، وأثبت ذلك من خلال الرحلة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي إلى إيران، لأنه وصل إلى قناعة أنه هذه ميليشيات وهي أداة بيد إيران، والتصريحات والإعلام الإيراني الموجه يتحدث للانهيار، كل شيء مكشوف أصبح للقاصي وللداني. اللهم هل القوى السياسية اليمنية سيكون لها رغبة أيضا في إنهاء هذا الصراع؟ لأنه إحنا نعرف الشعب اليمني هو الذي يدفع الثمن، الناس هي التي تدفع الثمن، الشعب هو الذي يعاني من الفقر والجوع والمرض، الناس تموت من الجوع، وأطراف الصراع التي تصارع الآن هي التي تريد إطالة الحرب أصلا، وبالتالي ليس من مصلحتها وقف هذه الحرب. أول متصل معي، مرحبا. ألو، نعم. نعم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، من معي يا أخي؟ يا خالد من قيس. ارحب يا قيس، تفضل. نعم. والله انصرهم بنار يا ابو تعز. امين يا رب. لا مطالبه مع الميليشيا الحوثيه الهاديه. نعم. والحكم العسكري. وشكرا. شكرا يا قيس، احييك. ومصل جديد، الو مرحبا. الو نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. من معي يا اخي؟ تفضل. معك محمد قلي. تفضل يا اخ محمد. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال، تتابع الشاشه ولا لا؟ اي ابغى اسالك كيف انهاء الحرب يا اخي؟ والله هذه مبادره، احنا يعني من مصلحه اليمنيين انهاء الحرب يا محمد. لانه باليمن بالاخير الشعب اليمني كله يعرف من هو غريم ومن هو عدوه. بقى يلاحق الحوثي في كل مكان. الحوثي الآن يتحقق على الناس وضحك على القبائل أنه يواجه العدوان على اليمن، هذه النغمة اللي علمناها منذ عرفها الجميع منذ 6 سنوات في الوقت الذي يمارس أبشع الجرائم على اليمن. إن شاء الله يقولون في سدية في شيء. واصل يا محمد. غير الشباب للأسف. شكرا يا أخ محمد. ومصر جديد، ألو. ألو مرحبا. كما قلنا مشاهدينا الكرام انه يعني شوفوا حتى حكومتنا الطيبه يعني بساعتها رحبت بالمبادره، وهكذا دائما ترحب بالمبادرات. يعني لدينا قلنا لهم قرار 2216، حركوا الجبهات، اطلقوا الجبهات، العالم لنا اكثر من سنتين من يوم ما بدا الفيروس والعالم مشغول بهذا الفيروس، وقلنا للحكومه تحركوا يا جماعه حركوا الجبهات، لكن اصلا كل الاطراف ادوات، للاسف ادوات اصبحت بيد الغير، القرار ليس بيدها، وكلها يعني كل الناس هذيلك ماسكين أهمهم النفط والغاز والإيرادات والضرائب، والميليشيات نفس الكلام، وردوا الحرب تجارة مع الأسف، لكن في الأخير سينتصر الشعب وإرادته، وكل هذه الميليشيات راحلة، كل هذه المشاريع الصغيرة ستذهب إلى مزبلة التاريخ، الأموال التي جمعت المال ليس كل شيء. متصل جديد، ألو مرحبا.
دائما اقول للساده المشاهدين استقبل اتصالاتكم على تطبيق الايمو والدو والتليجرام على الارقام التي تشاهدونها على الشاشه او الارقام الدوليه المباشره. الو نعم. مرحبا اخي، من معي؟ معك ابو صالح. مرحبا يا ابو صالح، تفضل. اولا تحيه واجلال لكل صحفي شريف وكل مواطن حر يريد وحده الصف علشان يعني مصلحه الشعب اليمني. نعم. اما الذي يقول ان عيوب حوار هذا واهم او غدل او يشتي يطول الحرب، يعني القاسي والداني عارف المشروع الايراني صحيح. ليس تحدود لا باليمن ولا خارج اليمن، المشروع الايراني اكبر من الجميع. نعم. على من لا يضحكوا، على من لا يمهزلوا، على من لا، ما فيش حل عسكري، ما فيش فائده، ما فيش يزيد الطين بله. نعم. يعني انت يعني ما المبادره، طيب المبادره هي مصلحه الشعب اليمني يا ابو صالح. اتمنى ان يكونوا صادقين، ولكن ما فيش تجربه المجرب خطا. نعم. اتمنى ان يصدقوا. صحيح. اشكرك يا ابو صالح، تحيه لك. وفعلا تقريبا المجرب فشل، لكن ربما يعني لا نقطع الامل بالله. احنا يهمنا حقنا الدم اليمني، في الاخير كلهم يمنيين. رغم علمنا اليقيني انه هذه ميليشيات تحمل شعار الموت وهمها الدمار، لا تملك مشروع سياسي ولا مشروع وطني ولا القرار ايضا بيدها. متصل جديد. الو مرحبا. الو، خلونا نشوف متصل دولي يا شباب. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فارس. مرحب يا فارس. يا مجرب المجربين، كيف حالك؟ حياك الله يا الغالي ابو زعفران. قل لهم اصحاب المبادره هذه، قل لهم بطلوا الكل، ايش وقفوا؟ يقف الطيران، يقف. أنا وقع النادي كسبوا، والله ما كسبوا كذا زي ما كسبوا النادي اليوم. هزوا الحارات كلها، صلي عليه. يقف القصف، يفتح الأرض، وقفت المبادرة. يا عمري تقولنا كذابي، يقف هذا الشيء، جربونا بعدين يقولوا هذا أنصار الله عملوا كذا. أما يضربونا، نحن اليمنيين بنسد، هم يقفوا الطيران، والله احنا اليمنيين بنسد، ثاني يوم بنسد. فهذا الكلام خدا، نحن اليمنيين تنادفنا كم مرة ونسد. شكرا يا ابو زعفران. وانتم مش عارف، وانتم مخربين. اسمعني كلام من بيت ثاني ابو طارق، وانا تقطعنا على طول. طيب معك دقيقه، عدت الدقيقه يا ابو زعفران. اسمعني انت بعدين كلمني زي ما تشتم. طيب تفضل. والمحللين هذه اللي يجوا جالسين في القاهره يكذبوا لهم، يبطلوا. نعم. يبطلوا هذه الريال السعودي، لا يدق في اسهم، والله يرمون في الخرقه المرميه في الشارع. طيب منهم يا ابو زعفران؟ ها؟ منهم؟ وانت عارف محللين في السعوديه. شكرا لك اخي، رايك نحترمه. شكرا لك، شكرا لك. على اساس انه ما مش مع الميليشيات الايرانيه في كل مكان، يعني من اكثر من 20 قناه واكثر من 30 قناه شيعيه كلها للنهار شغاله في كل مكان. الاعلام الايراني الرسمي شغال معاكم للنهار. متصل جديد. الو مرحبا. متصل ديوالي يا شباب. الو مرحبا. يا هلا ومرحبا، من معي اخي؟ معك ابو اسماعيل من السعوديه. مرحبا يا ابو اسماعيل، تفضل اخي. يا اخوي الشرعيه اللي قال عن طريق الصندوق وعن الهزيمه الشرعيه، الرجال الناس اللي جايبه القوه، والله اللي طلع بالقوه يا استاذ فارس. نعم. والله اذا ما ينفعون ياخذ الناس دمويين، الان شوف يعني شوف البيان بالعمل، شوف شغله في المساجد، شوف شغله في الاطفال، شوف شغله في الالغام، شوف الالغام ذي يعني كل يوم تحت لهم. صحيح. ما ينفع معاه الا الردع، والله اقسم بالله العظيم. طيب يا ابو اسماعيل، واحنا لنا ثلاث سنوات من يوم انتفاضه ديسمبر واحنا نقول يا جماعه، قلنا ناشدنا التحالف، يا تحالف عند الله وعندكم، تقريبا المقرب فشل. من زمان ابو الصويلح، من زمان الناس كانت تتراوت وتتفق على كلمة رجل واحد، على عبد الله صالح قالوا نحبه برجل واحد. نعم. الناس المفروض رحمة، عاد ايران في 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 في, في المواطن الريالي، ايران سوى شنو؟ عاين في لبنان سوى شنو؟ عاين في سوريا سوى شنو؟ عاين الامم المتحده في سوريا سوى شنو؟ بشار الاسد 8 مليون نزحوا. نعم. والبيوت كلها، بيوتهم كلها تقدر تسجل كلها باسامي الايرانيين. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا والله على الله، يا جماعه انت والله فينا بس تقولوا حالنا اليمنيين. شكرا يا ابو اسماعيل. رجل واحد وحرروا بنفسكم يا جماعه من الكهنوت ده. شكرا يا ابو اسماعيل وحييك، وصلت الفكره اخي. ومصل جديد. الو مرحبا. الو نعم. طلعوا العنوان يا شباب. الو نعم، من معي اخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سامعني ولا لا؟ ايوه من معي اخي؟ تفضل. غير يا شباب، متصل دولي جديد، تفضل يا ابو عبد الله.
الو، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والنعيم. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. على كل مبروك عليكم. اخيرا يا ابو الجماعه. والله يا ابو عبد الله، والله يا عبد الله، القول شيء والفعل شيء. شوف هادو يعتمد على الهذا. لكن هذه ما مبين عليها مرتبه. والله يا ابو عبد الله قلت لك يعني تقريبا المقرب فشل، قرب السلام مع هذه الميليشيات، هذه ميليشيا ارهابيه متطرفه الكل يعرف، بس اقل حاجه اذا توقفت الحرب هي لمصلحه الشعب اليمني، لحقنا الدم اليمني. ونحن مع هذا القرار، معنا نحن مع السلام. معك يا فارس. نعم. من اللي وراهم؟ وراهم اكيد ايران. ايران امريكا. ومن؟ واخوان المسلمين. والاخوان صحيح. هم اللي يابوا على كل. شفت اليوم انت، انا سمعت الخبر الجيد اللي هو دحين الجماعه يدورون له سفارات، يدورون له هذا الجو السياسي يبغون. والله ما سمعنا هذا الكلام، لكن قد معهم بقاش الجماعه يا بعد الله ما عاد احتاجوا له. لا بجد الاخوان الحين انتو بيطردونهم من تركيا، هذا اول شيء. كلها شعارات يا ابو عبد الله، اقول لك صدقني. لا صحيح جد، مش لعبه. بين الافعال. لكن بغيت شيء واحد منك الله يخليك. نعم. يا فارس. طيب سامعك يا ابو عبد الله، واصل. اقول لك ابغي حاجه منك يا اخي، سوي نحن هذه، اشتغلوا نحن في جمعه الكرامه الله يخليك، اشتغلوا نحن فيها جمعه الكرامه، سوى حفله منها. نعم. نحن بغينا ما نعرف من هو هذا وراء جمعة الكرامة، لأنه في أشياء وايد طلعت الحين وانكشفت. نعم. شكرا يا عبد الله. لأنه ما بينفع نحن هذا الخرابيط هذا حق الاشتراكي وما أدري وش، ويقول لك وليد ما أدري. شكرا يا عبد الله على المعذرة، وصلت الفكرة أخي، ومصر جديد. ألو مرحبا. ألو نعم. غير يا عم خالد للأسف. مصر جديد يا مرحبا. ألو نعم. كيفك؟ الحمد لله، من معي؟ معك أبو حرب. ويرحب يا أبو ولي، رحب. كيفك؟ اتفضل. معنا أخي أنا. واصل واصل، لا تقطع الصوت. غير عم خالد للأسف. طبعا الميليشيات الحوثيه يعني لها يمكن اكثر من يومين وهي تصيح وتندد، وانهم يريدون وقف الحرب، وانهم مع السلام، وانهم بيتنازلوا. الحين لما قالت هذه المبادره بانت تنتفخ ريشهم، وهكذا يضحكوا على قطعانهم، والحين انتصرنا وانه كسرناهم وانه وهكذا. هذه ميليشيات لا تعيش الا في دماء، لا تعيش الا في وحل القتل. الو مرحبا. نعم. اي مساء الخير يا فندم. سنور والعافيه، من معي يا اخي؟ معك ابو خالد. مرحبا يا ابو خالد، تفضل. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. اولا هم دحين مفتكرين انه المبادره دي مبادره ضعف، مو عارفين انه الناس تهمها مصلحه الشعب اليمني ودماء الشعب اليمني. نعم. هذا غبا منهم ترى، تمام، ولا يفهموا في شيء اسمه سلام. نعم. ولا شيء اسمه دبلوماسيه، هذول قطعان صحيح من كهوف لا يفهموا، لا يفكوا في شيء في علم السياسة. نعم. تمام. مبادرة هذه لمصلحة الشعب والوقف للنزيف الدماء. صحيح. ما قدمت الدول، الدول ما هي يعني بسيطة، انت دول التعالف ما هي بسيطة، تمام. نعم. انها تستعمل قوة اقوى من كذا، في قوة اقوى من كذا. تمام. نعم. لكن هذول أغبياء، وهذول المفروض إنه خلاص إذا ما قبل بعملية السلام، هذا اتفاقية سكول حقة السويد هذه تعتبر لاغية، والشعب اليمني يتصرف في بس لم يرد في المبادرة هذا الكلام يا أبو خالد. القول شيء والفعل شيء آخر. يا أخي مش ما يرد شيء، جميع القرارات ما طبق ولا قرار. طيب تقريبا المقرب فشل، إذا نرجع إلى هذا القاعدة خلاص، إن معناته إذا هو ما قبل بالكلام هذا فمعناته خلاص لهم مطلق للشرعية والتعالف، مطلق الحرية في التصرف في إنهاء عملية الحرب. شكرا يا أبو خالد، أحييك أخي ومصل جريد. ولا خطأ. شكرا لك. الله يسلمك. سلام. ومصل جريد. ألو مرحبا. ألو
موجود يا شباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من معك؟ أنا سليمان اليوم. ورحب عن من معي يا أخي؟ تفضل. تفضل. أنتم المخربين، دمرتوا البلاد السيد غصبا عنكم. طيب ما دخلنا في السيد ليه؟ نتحدث عن مبادرات يا ولي، نتحدث عن مبادرة لوقف الحرب. وين مسيد ده ما يظهر ويقول ما 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 رأيه في هذه المبادرة؟ هو مع الحرب ولا ضد الحرب؟ هو مع الشعب ولا ضد الشعب؟ هل بيدها القرار ولا بيد إيران ولا بيد الخميني؟ يوضح، يظهر، يقول هذا الكلام. وولي. ألو. مرحبا يا أبو طارق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، المبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم. قدمنا المبادرة لحقن دماء 30 مليون للأطفال والنساء. نعم. والضعفاء، الشعب اليمني فقير تحت خط الفقر، ضعفاء، مساكين، غلابة، مشتتين في أنحاء العالم. نعم. ليس علشان سواد عيون المحوثة. السعودية عندها غطاء جوي يغطي عين الشمس. نعم. شايف؟ بس يا أبو طارق، 6 سنوات ما زال الحوثي يقصف على الرياض. ما عليك، يكسف والله. طماش يا دارب، الطماش طماش، هذا طماش كله زي صواريخ القسام حق الجماعة اللي يعني هذا الإعلام الحوثي يتفاخر يا أبو طارق، يقول لك إنهم هؤلاء مؤيدين من السماء والملائكة تقاتل معهم والجن تقاتل معهم. كمل كلامك. طيب كمل واصل كلامك. واصل. أقول لك كذابين. الله يعزك ويعز المستمعين من الكذب. نعم. كذابين. السعودية قدمت المبادرة، تلو المبادرة. بسم الله، أنتم تقولون اللعنة على اليهود، لا تقلدون شيء اليهود. مليون مبادرة قدموها للصهاينة، لم يقبلوا أي مبادرة. نعم. وتوسعوا واحتلوا فلسطين بالكامل، لما ذحين ما باقي لك أنتم صنادق وإيواء ولاجئين في أرضهم في بلادهم. نعم. اقبلوا المبادرة هذه يا حوثة. هل تتوقع بيقبلوها يا أبو طارق؟ لن يقبلوها. طيب ماذا يترتب إذا لم يقبلوها؟ يترتب طيران وإحداثيات وأقمار صناعية وبعد الجماعة حتى يطهر الجزيرة العربية من هؤلاء القوم. لماذا لا تختصر المسافة يا أبو طارق، يحل مشكلة الجبهات، يطرقوا الجبهات بدل ما يجلسون تتراجم إحنا وياهم من الجو؟ طيب اعمل لنا حلقة غير الليلة للشعب اليمني والشعب العربي. نعم. شكرا يعني يا ابو طارق. شبه تصويت نحيد، ما هو الحل للحوارات ولا لل نعم الحرب؟ شكرا يا ابو طارق، نحن مع السلام. للامانه نحن مع السلام، مع وقف الحرب. هذا يعني نحن كنا نتحدث عن مصلحه شعب ووطن. الميليشيات الارهابيه وكل الميليشيات التي تتاجر بدماء وشلاء اليمنيين هذا شانها، لكن نحن مع السلام، نحن مع الحرب، يعني وقف الحرب معذره. وقف الحرب هي ليس في صالح هذه الميليشيات التي ما تتغذى الا من الحرب، ما تسرق الا في ظل الحرب، ما تنهب، ما تدمر، ما تنفذ مشاريعها إلا في وفقا لإجراءات الحرب. والشعب هو الضحية، والشعب هو الذي يدفع الثمن كل يوم، والشهداء والجرحى في الأخير يمنيين. ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير والعافية. مرحبا أبو وليد. أيوة. حياك، تفضل أخي. الله يسلمك. الله يسلمك. بالنسبة للمبد. ألو. نعم. نعم سامعك، واصل. بالنسبة للمبادرة هذه، هذه المبادرة غير ضحكة على الدقون. نعم. هذه ضحكة على الدقون. اسمع، لازم الجبهات لا تتوقف. نعم. الحين الخارج يبغوا ينقضوا الحوثي، شافوا الحوثي من هار يبغوا ينقضوا زي ما نقضوا في الحديدة. نعم. يعني لا تتوقف الجبهات، ولا ينظروا للقرارات، ولا ينظروا لوقف اطلاق النار، ولا ينظروا لأي حاجة. والله لا يسلموا، احنا زي ما سلموا العراق. والله مشكلة. طيب الشعب يا ابو وليد، وقفوا الابطال يا ابو وليد، وقفوا ابناء سعد. نعم، بس حتى نكون صادقين، احنا في اليمن ما عاد معنا ما نخسر اكثر ما قد خسرنا. اذا كان هنالك نوايا نعم. ايوه صح، ما عندنا حاجة نخسره. صحيح. لازم الكل يهد. صحيح. القوات تهب، الشعب يهب، الأحرار، الشرفاء. نعم. هبت رجل واحد. أما ننظر لذي وننظر لذي حتى الحوثي يخذ أنفاسه زي قصة الحديدة بالضبط. صحيح. هذا شيء مفروغ منه.
اشكرك يا بولي. احنا بيسلموا احنا. تحيه لك. تاكدوا كل التاكد. شكرا يا بولي دحيك. ومصل جديد. الو مرحبا. الو نعم. الو. الو. مرحبا من معي اخي. السلام عليكم. وعليك السلام. معك ابو سمير. معك ابو سمير من الضالع. مرحبا يا ابو سمير تفضل. اشارك. طيب انت على الهواء هات ما عندك. تفضل. تفضل يا ابو سمير. يا اخي المبادرة هذه اللي تقولون انها قدمتها السعودية يا اخي. نعم. يا اخي السعودية مش بحاجة الى انها تقدم مبادرة، السعودية بحاجة الى اعلان لتوقف الحرب. نعم. صح ولا لا؟ طيب هي قدمت 4 مبادرات من ضمنها وفقا شاملا لاطلاق النار تحت مراقبة الامم المتحدة يعني من كل الاطراف. ايوه ثانيا الـ 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 بما تزعمون انتم انها الحكومة الشرعية. تمام انها موافقة ولا يا اخي الشعب اليمني 6 سنوات يعني تمام واكثر من 11 سنة هو يدفع الثمن. صحيح. بيتحمل يا اخي النفقات حق الحروب هذه بيتحملها بتتحملها بما تسمى الشرعية. طيب يعني انت مع هذه المبادره ولا ضدها يا ابو سمير؟ لا انا مش مع هذه المبادره لان السعوديه دوله معتديه، كيف انا مع هذه المبادره وانت كيمني؟ طيب ما هو الحل؟ يعني. ما هو الحل يا ابو سمير؟ يعني نظل 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 حرب لا يوم القيامه؟ في كل دائما ما فيش حرب تستمر ليوم القيامه، دائما ما الحرب تنتهي والناس يعودوا الى العقل والمنطق والحلول السياسيه. يا اخي مش بصالح اليمن مش بصالح اليمنيين الطرفين يعني تمام ان الحرب تستمر تمام. نعم. طيب وما مكان يعني في الاخير هي المصالحه يعني. طيب لكن السعوديه بالذات او دول العدوان انها تقدم مبادره هي وهي الدول المعتديه على اليمن يعني هذا لا يجوز يعني. طيب هم قاموا بدعوه من الحكومه الشرعيه ايضا يقول لك احنا ما جينا اعتدينا عليكم. نعم. جينا نلبي دعوات الحكومه الشرعيه وفخامه الرئيس معهم هذه الحجة. اسالتك بالله خليك صادق يعني. نعم. الحكومة الشرعية يا اخي هذه تمام. نعم. هل انت مقتنع انها حكومة شرعية باتفاق كامل الشعب اليمني؟ انا شخصيا لست مقتنع بكل الاطراف. حكومة شرعية على وجه الارض. كل الاطراف الحوثي أداة. يا ابو سمير حتى انت اذا انت مقتنع. طيب اسمعني انا برد عليك. انا اقول لك ان الحوثي انا مقتنع ان الحوثي اداه ايرانيه وان الحكومه الشرعيه نصها يعني بيد تركيا وقطر. هذا الواقع. الكل لا يحمل مشروع وطن. لو كانوا يؤمنوا بالحريه والديمقراطيه كانوا قالوا اعلنوا وقف الحرب جميعا وعادوا الى شرعيه الصندوق. من انتخب الشعب عبر شرعيه الصندوق يرحب على رؤوسنا. مرحبا انت تقول طيب. ادوات ايرانيه يا اخي انصار ما يسمون انصار الله تمام. يا اخي مسكوا عده اجانب يعني تمام يعني عده مرتزقه يقاتلون. لا مسكوا امريكا اللي نعرف انه مسكوا امريكا راح يسلمهم في عمان يا ابو سمير. اعطني واحد ايراني يا اخي اعطني واحد ايراني. يا ابو سمير الله يحفظك والله تعبنا من ردود على امثالكم. طيب يكفي ايرلو داخل صنعاء بيدير المعارك والجبهات وغرفه العمليات. شكرا لك عموما شكرا لك ونحترم رايك يا ابو سمير. شكرا لك اخي. متصل ديوالة جديد. الو السلام عليكم. وعليك السلام تفضل يا علي. الله يعطيك العافيه. ما احيك اليوم يا اخي فارس نقول بالحرف الواحد وبالفم المليان ان المبادره كان يجب عليها ان تكون في بدايه الحرب عندما كان الحوثي في دماج فيكون هناك صراع ما بين الحكومة وبين جماعة متمردة. نعم. أما بعد أن يهدوا بفكرة اليمن وصارت اليوم بحرب 6 سنوات وخلق قوى جديدة فأصبحت اليمن في فوضى عارمة وتأتي لتقول للمبادرة هذا شيء مؤسف ومحزن فكيف. طيب ما هو الحل يا علي دالحين يعني استخدمت كل أنواع الأسلحة الجو والبر والبحر لأنه كانت في أخطاء للأسف وقلنا لهم أكثر من سنة يا جماعة عيدوا ترتيب الجبهات سلموا الجبهات لجبهات مارب قولوا يا فريق يعني وزعوا ما بين كل القوى السياسية داخل البلد أو القوى العسكرية ومن فشل انسحب من المشهد العسكري ما حد رضي يسمع هذا الكلام. اليوم بهذه المبادرة المؤسفة والمحزنة أن هذه المبادرة مع جماعة متمردة فالحل الوحيد يا أخي فارس هو تشكيل مجلس عسكري لإنقاذ الوطن لمواجهة جماعة التمرد فالمحافظات التي تقبع تحت سيطرة جماعة الكهنوت أصبح المواطن اليمني اليوم الذي أجبر تحت هذه المبادرة تحت رحمة صوت الحوثي فهو لا يستطيع التنفس ولا أنا بنفسي لا أستطيع أن أعود إلى بيتي في محافظتي
كيف يعملون مبادرة لمصلحة من لمصلحة عبد رب وجماعته؟ نحن المواطنون أبناء الشعب نرفض هذه المبادرة، وندعو من الجميع حتى لو نتحالف مع جن أو بني صهيون لتشكيل لا هذا الكلام مش معقول يا يعني. شكرا لك، هذا رأيك ونحترمه. يعني احنا في بلد احنا بلد الايمان والحكمه، لا يمكن نستحيل هذا كلامك يوافق كلام ميليشيات الحوثيه انه ما بش مع الصهاينه تحالف ولا مع اليمنيين، هم سياخذون حقهم بيدهم وهم سينتصرون بالايمان والحكمه والصبر والصمود، وكل المشاريع ستدفن تحت اقدام الابطال. محمد المهتدي من المارب، تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. تفضل يا عم محمد، معذره يا شباب واصل. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أخي ذا المبادرة السعودية لماذا يجدوا هذه المبادرات عن سعود؟ كنت أظن أنهم بادوا مبادرة لموضوع الحكومة الصهيونية الذي لعبت في اليمن، أنهم يحركوا كل الجبهات. نعم. الحوثي أم الرحمن ما نفذ اتفاقيات دولية، ما نفذها، ما نفذ مبادرة. يا أخي دل على ضعف السعودية، تبطل السعودية، دمرت اليمن. طيب ما هو الحل يا محمد؟ بالله عليك ما هو الحل؟ قل لي ما هو الحل؟ يعني ذا لقوا، اسمعنا يا محمد حتى نكون صادقين، نفهم فن الممكن وفن يعني والذي يقبله العقل والمنطق. ذا لقوا تحالف جاي يقول لك بناء على دعوة من الحكومة الشرعية، طيب 6 سنوات رهنوا عليهم وفشلوا، الآن الشعب اليمني هو اللي دفع الثمن، الميليشيات كل يوم تتقوي نفسها لأنه يعني ما يهمها شيء، هي وجدت للدمار والخراب، والمدمر يغلب ألف عمار، يعني هذا مثل يمني. ما هو الحل طيب؟ الحل هو تحريك الجبهات، هذا هو أفضل وفكر وإلغاء اتفاق ستوكهولم حتى يصبح الحوثي ضعيف، لأنه بيستمد قوته من ميناء الحديدة ومع البر والجو. نعم. ما نفذ أي اتفاق الاثنين 16 من عمل بنكي وأطلع مطبق على الشرعية وعلى اليمنيين الذي هو الضحية، والحوثي يطلع يلعب كما ما يشاء. أي لعبة هذه؟ طيب يا محمد، الآن جاءت هذه المبادرة، احنا نقول نحن مع السلام، نحن مع وقف الحرب، الشعب اليمني هو الضحية، الميليشيات هذه هي ما تقتات الا على 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 الدماء وعلى الاشلاء ودماء والحرب هذه اصلا. استمرار الحرب في مصالح ومصلحة الميليشيات. لا لحظة، لو انهم يبحثوا عن السلام الحوثيين لكان ما وصلت البلاد ما وصلت اليه الان. نعم. كان وافقوا على الاتفاق، هذا اتفاق السلم والشراكة، وكان ما وصلنا إلى هذا الحال، إنما ضحكوا على الناس كلهم اتفاق السلم والشراكة الذي رفضوا يوقعها المؤتمر في حينها، قالوا لهم غلب العمل السياسي، كان هذا يعني هو قدر من الحوثيين، قالوا المكونات السياسية الأخرى قالوا إنك معطل العملية السياسية، آخر من وقعوا المؤتمر. نعم. ولله يعرف ضعف الحوثيين، وأصبحنا ضحية الذي هم اليوم أصبحنا ضحية مرة ثانية. شكرا يا أخي. الذي حركوا كل لحظة يا بارد يا أخي، كمل وقتك يا محمد. ولا نقول اتفاق يا قادك لحظة، السعودية فاشلة حتى الانسياسية. شكرا، وهذا رأيك نحترمه يا عم محمد. خلونا نتفائل بخير يا جماعة، نتفائل بخير، لأن لكل مشكلة ما مستحيل أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، هذه سنة الحياة، وقعت حرب وقعت فتنة لها حل، تنتهي هذه الحرب. ألو مرحبا يا أبو نورة، تفضل. حياك الله، كيف الحال؟ نحمد الله على كل حال، تفضل، ما رأيك بالمبادرة يا أبو نورة؟ هذه مباشرة يا طول عمر مبادرة فاشلة من قبل ما تولد. كيف حكمت عليها يا أبو نورة؟ يا طول عمر لو كان في مبادرة على الحوثي أن يسلم يا طول عمر سلطات الدولة هذه قبل مبادرة، وعلى الميليشيات الأخوانية أن يسلموا يا طول عمر. نعم. ويجتمع عليها الشعب اليمني، هذه إذا في مبادرة صادقة الشعب اليمني يجتمع عليها ويكونوا يا طول عمر جالسين على طاولة الحوار. نعم. فيما يصلح للبلد يا طول عمر والشعب، فهذه مبادرة، إن كان في المبادرة يا طول عمر إعلاميا في يا طول عمر الشرعية ومع الحوثي، والحوثي مسيطر يا طول عمر يذبح وينكل في الشعب. نعم. والشرعية يا طول عمر تأكل في الشعب وساكتة، فهذه ليس مبادرة. مبادرات يا طول عمر تريد أن يسلموا السلطات يا طول عمر، يسلموا الوزارات لمجلس النواب أو يسلموا الوزارات معينة أو مجلس عسكري. نعم. ويقوم بحل يا طول عمر للشعب اليمني. شكرا يا أبو نورة. شكرا لك، وصلت الفكرة أخي. مكنونة طلعة نزلة ما فيها فائدة. شكرا يا أبو نورة، متصل دولي جديد. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، من معي أخي؟
يا فارس لو سمحت معك علي كلمة واحدة فقط. نعم. أحب هذه المبادرة يا أخي فارس أن التحالف الآن صنع جبهة داخلية للشعب اليمني مع معه بعد خلق القوة، فأنها ستكون حرب أهلي، لأن الشعب اليمني لم يرضخ لجماعة تستبد به، فهم خلقوا الآن حرب أهلية جديدة، ولن تنتهي هذه الحرب إلا بمجلس عسكري ينقذ الشعب. نرجوكم يا جماعة. شكرا يا علي. شكرا لك أخي. ومصل قريد، ألو مرحبا. ألو نعم. اتفضل أخي، من معي؟ مرحب. غارة يا شباب، غارة يا عم خالد. مصل قريد، ألو. أستاذ فارس. ماذا بقي يا أبو طارق الله يحفظك؟ خلوا يشغلون الخطوط، الناس كل واحد الشيء يعبر عن راية. أخذت وقتك. لا 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 ما عليك، كلمة واحدة بس. طيب هات. كلمة واحدة بس. طيب هات يا أبو طارق. يا أخي شوف دحين احنا دحين الجماعة كلهم شيكومان على السعودية. ماذا لو طيرنا احنا السعودية من انتها 2 مليون وقفلن حدودها وقالوا يلا كله طز فيكم انتم لشرعيتكم، من هذا البطل اللي شنقبل اليمن؟ صحيح، من ذيل الملك الجين. والله المفروض هو الحل الوحيد انهم يطردوا الشرعية، ما المواطنين فهم يشتغلوا بعرق جبينهم يا ابو طارق. الشرعية السعودية ما اعتدنش على اليمن، كذاب ابوه اللي يقول ان السعودية باكن اعتدن على اليمن. نحترم كل الاراء يا ابو طارق. بطلب من عبد الرب منصور هادي. نعم. دفاع عربي مشترك زي ما حرروا الكويت. طيب وبعدين اللي راح هاجر وجلس هناك يا ابو طارق، الرجال مهاجر لاعد يشيل الحرب تكمل ولا يشيل يرجع. مجدره يرد ليش يا فارس الغالب؟ مجدر عبد الرب منصور هذا يدير في كسر المعاصي. صحيح. يقتل النهن الثاني يوم. صحيح. طيب والحل يجلس مهاجر. طيب يا اخي يرجع مارب حضرموت سقطره المهره اي محافظه. أم حواسش رسول الله بصاروخ سكود ماذا كسام طور بزه 300. الله يعين الله يعين. بس فرق يا أبو طارق الصبر. كونوا واقعيين، تكلموا بالواقع. لا لا هذا مش واقع، هذا انت بتغطي على فشل. احنا الآن ندافع على فشل. لا 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 مش لفشل. يعني أنا أقول لك طيب سيبك من عدن يا أبو طارق. قلنا يرجع مارب يا أخي، يرجع مارب، يرجع الساحل. حرام بالله لا نحميه برموش عيوننا. مالك ما يان الساحل ساحل كلهم أم حواسه معانا. لا معانا 600 كيلو يا ابو طارق، وانك راقب 600 كيلو والجماعة داخل كيلو 7 داخل الحديدة. توحدوا كل الاطراف اليمنية تتوحد علشان يوقفون مع السعودية، ولا السعودية واقفة معانا بكفة وكفيفة. شكرا يا ابو طارق. شكرا. ومتصل جريد، الو مرحبا. الو نعم. موجود يا عم خالد. الرجال الذي ما يمسك مع الخط في الايمو بالامكان على الدو، نفس الرقم يا شباب. الو السلام عليكم يا اخ فارس. وعليك السلام ورحمه الله. معك ابو ايمن يا اخ فارس. وارحب يا ابو ايمن، تفضل. الله رحمه الله على الزعيم، رحمه الله على الزعيم يا اخ فارس. الله يرحمه وكل شهداء ابو ايمن. يقول لك ايش؟ يقول لك المؤمن لا يلدع من قحر الرهائن. هذا كان زمان، ماذا الحين؟ ما عايش في مركينك يا ابو ايمن. افتح الجبهات يا اخي، افتح الجبهات. نعم. يفتح الجبهات، لانه هذه ميليشيات ما فيش رايه عند الخميني. نعم. الرايه حتى عند الخميني ميليشيات ارهابيه خبيثه ملعونه. لا بعيد عن السب يا ابو ايمن، رجاء لا ننزل الى مستواهم ابدا. نحن اكبر خبيث اكبر خبيث من هذه الثقافه، اكبر من هذه الاخلاق. خبيثه يا اخي، خبيثه ميليشيات ارهابيه خبيثه. نعم خبيثه. لا تنتهي. فرص سوف تنتهي يا ابو ايمن. مسألة وقت. لا تنتهي. سواء بالحل العسكري ولا بالسلمي. بتنتهي. شكرا يا ابو ايمن. بس هذه ميليشيات يا اخي خبيثة. يعني انت مع المبادرة ولا ضدها؟ هذه مبادرة سلام. لمصلحة الشعب اليمني يا ابو ايمن، احنا مع السلام، نحن ضد الحرب ان تستمر. الشعب ما تجوع الى متى؟ اما الحل بيد الرجال يا أخ فارس. نعم. الحل بيد الرجال. شفت كيف ما قدروا شيء يدخلوا مارب؟ ما قدروا يدخلوا مارب لأنه في رجال صدقوا. شكرا يا بايمن، أحييك. ومصل جريد، ألو مرحبا. ألو نعم. فارع عم خالد ما في صوت. مصل جريد، ألو نعم.
شوف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي فارس، أي واحد وما هو يتمنى مبادرة السلام أن تنجح. نعم. ولكن يا أخي فارس فيها خيبة أمل، أن قدي عدة مرار وهم يدون مبادرات وبعدها الحوثي تجيال مبادرة من العدو. نعم. فهذا المبادرة كانت حتى تجي من دولة أخرى، يعني أما السعودية هي جانب معادي قولتهم أو لا، ما أنا داري كيف الخبر والله ما لي علم. كل سبب يتضح يا أبو طارق، الصبر. المهم أنت مع السلام، أنت مع وقف الحرب ولا لا؟ أنا مع السلام. هذا اللي يهمنا. طيب بالأخير كل إذا كانت مؤامرة بتكشف الأيام، إذا كانوا معنا أو ضد. إحنا قد قلنا دائما، سنقول ودائما نكرر، والله ما عد مع اليمنيين ما يخسر. خسرنا صح الأبطال، خسرنا شهداء، خسرنا بنية تحتية، خسرنا خسرنا خسرنا، لكن في الأخير إذا كانوا بيسمحوا لهذا المشروع أن يستمر، الدور جاي عليهم. شكرا يا أبو طارق. متصل دولي جديد. ألو مرحبا. ألو يا أخ فارس، مساء الخير. مساء النور. كلمتين يا أخوي وبابا أنت عنك. فضل. الله يطول بعمرك. معناته أنت دحين تكلمت بلسانك أنت. لما كلمك الرجال يقول لك ما أدري شو قاعد يصيح ولا هذا والمبادرة والمبادرة. المبادرة معناتها هذه يا حبيبي استسلام بكل أمانة. أنت استسلمت الشماليين، ما عرفت تحررون بلادكم. خلونا نحن واقعيين، وهذا الواقع الحين للأسف. طيب يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، يجب أن نفهم إنه للسياسة فن الممكن. طبعا يعني في حرب مستمرة منذ 6 سنوات، وفي تآمر دولي، وإحنا نعلم إنه في تآمر دولي أصلا على اليمن وعلى المنطقة بما فيها التحالف. هذا واقع. أنا معك. طيب يعني ما أنت إيش أنت تمام؟ أنا معك. هل أنت عرفت اللعبة؟ احنا عارفين هذا اللعبه، لكن ليس كل شيء يقال في الاعلام. طيب ليش ما حرر؟ ليس كل شيء يقال في الاعلام يا ابو عبد الله. ليش احيانا انا في نهم؟ نعم. قاعدين من تبه لا تبه، من تبه لا تبه 6 سنوات. احيانا شوف، احيانا لاجل ان يقطع المؤامره الدوليه، احيانا تستخدم فن الممكن، فن السياسه، يعني رجل للامام ورجل للخلف وهكذا. انا وياك يا فارس كنا بالطريقه هذه، هذه معناتها خلاص. أنا معك، أنا معك. قد تكون هذه، مع أن الجبهات اشتغلت يا أبو عبد الله. خلينا نقول أنه ربما آخر اختبار لمدى جدية هذه الميليشيات في وقف الحرب والعودة للسلام أو لا. خلونا نتفاعل. أنا معك والله معك وبالصدق. نعم. وهي كلامك لعل وعسى أنهم معنا الجماعة يخذون لهم ضربة من وراء راسهم، بس ممتاز. شكرا يا أبو عبد الله، أحييك. ومصل جديد. ألو مرحبا. الو، من معي يا اخي؟ تفضل يا اخي. والله مرحبا مرحبا، عرفنا عليك يا اخي العزيز، عرفنا عليك وتفضل. ابو كرم من دعيت. مرحبا يا ابو كرم، تفضل يا اخي. مسكنون المقاومه يا اخي، قسما بالله ما سفلوح البلاد ولا تسبور البلاد الا رحل المقاومه والاخوان من وسط. والله لا اسف، فصل من عندك يا ابو كرم، احييك ونحترم رأيك. مصل دولي جديد. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أفندي مرحب، من معي يا أخي؟ حياك الله معك أبو علي. مرحب يا أبو علي، تفضل. حياك الله. مبادرة ما نشتي مبادرة، كيف حتى نقول ولا حنش داخل بيتك؟ إحنا لا نريد يجلسوا هؤلاء من مرة ثورة. طيب ما هو الحل يا أبو علي؟ مبادرة من ثورة. طيب يا اخي، الناس الشعب تعب، 30 مليون هم اللي يدفعوا الثمن. الجماعه الحوثي طارق يطرقهم طارق غير مع السلامه. طيب طارق مقيد والقوات المشتركه كلها مقيده وبقيه الجبهات مقيدات، ما اطلقوش الجبهات، ما فيش نيه حقيقيه للاستئصال. ان شاء الله تفرق، هذه بدايه خير ان شاء الله. خلونا نتفائل انه العالم ربما يريد اغلاق هذا الملف مثل ما غلقوا ملف ليبيا. إن شاء الله. شكرا يا ابو علي، حي نتفائل. في الاخير الشعب هو المنتصر، في الاخير الشعب هو المنتصر، واليمن هي المنتصره. كلامك صح، لكن الحوثي حيستمر في الحكم. والله اذا اختار الشعب اليمني من حقه يا اخي، اذا رجع الى شرعيه الصندوق وقدم ممثلين ورجع للعمليه الديمقراطيه وتخلى عن الميليشيات والسلاح، ايش المانع؟ وبالاخير اللي ارتكبوا دماء القضاء، السلطات القضائيه بالنسبة للقتلة والمجرمين والذين ارتكبوا جرائم جسيمة، القضاء يقول يعني يسري مسره.
متصل جريد. الو مرحبا. الو غارة شباب ما في صوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي اخي؟ معك ابو احمد. مرحبا يا ابو احمد، كيف حالك؟ نحمد الله. والله ما شفتهم الحكومة اللي تفتح جميع الجبهات. نعم. وما حمل الزعيم رحمة الله عليه وكل الشهداء. نعم يا ابو احمد، ما رايك بالمبادرة اليوم؟ لدينا مبادرة للسلام. المبادرة فاشلة نفس الاولات. خليك متفائل، ربما يعني احيانا اول السيل قطرة. شكرا يا ابو احمد. متصل دولي جديد. الو الو مرحبا. للاسف فصل يا شباب. غير يا عم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابو رغد. ايش موضوعنا اليوم؟ انا ما انا جنب التلفزيون. ليش ما تجلس جنب التلفزيون اليوم؟ مهم معنا موضوع مهم يا ابو رغد. والله ان شاء الله نفهمه. معنا مبادرة من المملكة العربية السعودية في مؤتمر صحفي، أعلن وزير الخارجية عن مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن. وقف إطلاق النار شامل في اليمن وفتح المطارات والموانئ ويعني والعودة إلى مربع الحوار وفق المرجعية الثلاث وقرار مجلس الأمن. هل الميليشيات هذه ستعود برأيك للحوار والسلام وتنجح هذه المرة هذه المبادرة ولا كسابقاتها؟ أخي من يضمن الحوار هذا؟ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. طيب إحنا أيام الزعيم رحمه الله والملك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من المبادرة ومشي مع الرئيس وسلم السلطة على في الرياض ولا ما سلمها؟ نعم. والله لو كان ما سلمها ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذه ما يسقول والمبادرة. الله يرحمه. حق الرياض حبيبي هذا لا نتيجة له. أنا معارضة. أنا مواطن معارضة. طيب ما هو الحل؟ الناس القوة يا يا ابو رغد الله يحفظك. انت قلت تفاول الحكومه الجديده يا اخي فارس، خلنا انا اناقشك انت. طيب انت قلت الحكومه الجديده تولد ولدت ايش نقابت لنا؟ والله ما حقا كلهم بيجتمعوا مش انا داري يعني، ولا قد سمعناهم يتكلموا على اي جبهه. يوم سمعنا كذا طيب. تغريد الرئيس الحكومه يتحدث على مارب وناشد المجتمع الدولي يوقف الميليشيات يعني اسقط واجب. جاءت مشت الذي طلبوها. نعم. مشوا صفقات والآن يبغوا حوار في الرياض ثاني مرة. إحنا نناشد على الجبهات أن يضربوا يدا من حديد ويردوا الشعب. الشعب نعم. ما يخسر شيء. الشعب خلاص خسر البنية التحتية. خسر ما فوقه ما تحت. شيء يا أخي فارس نخسره. والله ما عاد في شيء بس إلا الأرواح فقط. والأرواح والأرواح غالية أغلى من هذه الأشياء كلها. باقي نعم. نخسر أرواح كل يوم. إذا كتب لك تعيش كتب لك تموت. ما حد يقدم ولا ياخر يوم. نعم شكرا يا ابو رغد. نبغى امن وامان، تحرير وطن، لا بلطجه ولا حوار ولا امم المتحده هي ضدنا. شكرا يا ابو رغد، وصلت الفكره اخي. اليمن هو وقع بالمملكه العربيه السعوديه، ما وقع باليمن هو وقع بالمملكه العربيه السعوديه. شكرا يا ابو رغد. متصل دولي جديد يا شباب. الو تفضل اخي وعليك السلام. فارس مرحب. الو معك يا اخي، عرفنا عليك من؟ معك بابا قاسم بن نجح الضالع. وارحب يا ابن الضالع. يا اخي الشين من الغنى العربية بيكتاح عاجل وليس عاجل. نعم. بحل المشاكل الموجودة في الوطن العربي. نعم. ويقوم الحل عربي. نعم. ماشي يا وصايا من اسرائيل ولا امريكا. نعم. ماشي وصايا على العرب وماشي يهود يصح مثلهم. وكان ولو كان العدل عند اليهود ما احتلت اسرائيل القدس واعلنت وحصلت. طيب يا ابن الضالع انت مع هذه المبادره اليوم؟ معانا مبادره لاحلال السلام في اليمن ووقف اطلاق النار، انت معها ولا لا؟ نعم يا السلام. نعم. هل بتستسلم الميليشيات الحوثيه؟ نعم يا السلام. لو كان اليوم احمد، والله لو كان ابو احمد عايش اليوم نعم لاتخذ قرار من بلاسهم دون الجوع الخارج، ولكن الزحيم البطل احمد الشبل ابن الاسد على علي عبد الله صالح. نعم. ولما ارادوا ان يخرجوه من الاقامه اعادوا الى الاقامه. شكرا لك. واخر متصلين يا شباب، اخر متصلين. الو مرحبا. داها من الوقت لو سمحت اختصر. الو وعليك السلام، من معي اخي؟ كيف حالك يا استاذ فارس؟ يا حي يا مرحبا.
عرفنا عليك ودخل في الموضوع، الوقت داهمنا. مع سامي، مع سامي. طيب تفضل يا سامي، على عقال الله يحفظك. من متى السعودية، من متى السعودية تحب الخير لليمن؟ من متى الإمارات تحب الخير لليمن؟ كانوا ضد الوحدة، كانوا ضد في كل وقت هم ضد اليمن، والذي معها هم دارين أن السعودية ضد اليمن. طيب من اللي عدا معنا؟ يعني إيران معنا قصدك؟ الله ينصر الحوثي، الله ينصره. والله هذا رأيك، قد كل يوم ذا يكسر ناموسه يا سامي، وأنك راقد. شوف فصل للأسف. شكرا يا سامي، ورأيك نحترمه، لكن في الأخير مهما كان لديكم شكوك، مهما كان لديكم وهم، من يراهن على الميليشيات الحوثي فهو وهم. هذه المشاريع الصغيرة يا جماعة، مشاريع المسألة الحوثنة ومسألة يعني من الأخوانة ومسألة كل هذه المشاريع التي تقمص بعبر الدين، هي أولا يقف الله لها بالمرصاد، كلها ستدفن في اليمن وستدفن في الوطن العربي، وكلها إلى زوال. المسألة مسألة وقت، نزيد مزيد من الصمود والثبات والثقة بالله وبالأبطال في كل الجبهات. من فاته المشاهدة بالإمكان في العادة 12:30 بعد منتصف الليل، أو تزور موقعنا على اليوتيوب. إلى اللقاء.